الرواية ليها سحرها، بس ساعات بحاول أمنطق الأمور بقواعد الحساب والجبر والهندسة، إنه مفترض أن الذائقة تذهب للمزيد من قراءة القصة القصيرة صحيح. باعتبارها هي الأليق على عصر سريع جدا، والأليق صحيح. على أجيال اللي احنا ذكرناها اللي هم أجيال سن المراهقة، ثانوي وجامعة وما إلى ذلك، هم أصلا إيقاعهم شديد السرعة، وبالتالي هيبقى حابب أنه يتنقل ما بين عوالم وشخوص وحكايات كثيرة بمنتهى التركيز، ولا إيه؟ هو بالفعل كلامك صحيح، وده اللي بيخلي الواحد دايما يسأل ويكون مهموم بالسؤال، إذا كانت القصة القصيرة هي التي هي نغمة العصر، مفترض قصر المساحة بتاعتها تناسبها التام مع إيقاع العصر واللهاس اليومي ده، منصات السوشيال ميديا اللي ممكن تحط عليها قصة قصيرة ما تقدرش تحط عليها الرواية، كل ده يدعو إلى زيادة الدهشة. لماذا إذن الرواية هي التي تستحوذ على عرش القراءة؟ يعني احنا قاعدين مع بعض، احنا التلاتة بنمثل الإعلام كله، يعني أستاذ محمد بيمثل الصحافة المكتوبة، حضرتك بتمثل الصحافة المرئية، أنا بمثل الصحافة المسموعة، فممكن نلاقي مدخل إعلامي لفهم الظاهرة دي. مدخل إعلامي إن إيه؟ ما يسبب النجاح هو التلقي، فبالتالي الجمهور. الجمهور يعني لماذا اتجه إلى الرواية، لم يتجه إلى القصة القصيرة، ولم يتجه إلى الديوان الشعر، ولم يتجه إلى، فيبقى هنا هنبدأ نقول إن المعيار الأول والأخير في الحكم على الأشياء هو الجمهور اللي هو المتلقي. فالمتلقي ده طيب يبقى ليه الرواية؟ لأن الرواية ممكن نقول إن اللغة سهلة، أسلوب بسيط، الأبطال واضحين وأنت تتبع سيرتهم في الرواية بشكل واضح وكذا. العوالم المختلفة، العاطفة، العاطفة تبدو في الرواية أكثر بكثير من القصة القصيرة، فبالتالي القارئ الذي يذهب إلى الرواية يذهب لأنه يريد أن يحصل على جرعة من العاطفة، التوحد مع الأبطال، الإحساس بيهم، الانشغال بيهم، تتبع مصائرهم، كل ده يتحقق في الرواية. القصة القصيرة فن، أنا شايف أنه فن هو أقرب للشعر، فلابد أن تكون القصة القصيرة مكثفة جدا، اللغة موجزة، فيها اختصاص شديد، النص لازم يبقى وراه فكرة عظيمة، كل ده بيخلي المتلقي، هنرجع للمتلقي، إن ده بيبقى بعيد شوية عن ذائقته اللي هو القصة. وبذلك عشان كده تقدر تفسر لماذا الشعر اللي هو أكثر يعني تكثيفا ويحتاج إلى المجاز والتأويل، فيصعب على القارئ أن يتذوق القصيدة الجيدة جدا، فيذهب إلى الأبسط اللي هو الرواية ضمن فنون ضمن الأجناس الأدبية. فهذا لا يعني أيضا أن الرواية أقل فنيا، لا، لكن طبيعة هذه طبيعة هذا الفن. بس أنت في سبب بسيط جدا أنت مش عاوز تقوله، ليه؟ ليه؟ ما تقولها بصراحة. قول. القصة القصيرة فن صعب. أيوة. فن صعب جدا. وصعوبته بتؤدي لشيء. إن أي خطأ فيه زي الوتر المشدود. أي خطأ فيه هيبان، على عكس الرواية. الرواية تحتمل إن يبقى عندك فصل واقع. تحتمل ان في شخصيه مش مرسومه كويس، دي اشاده من روائي لفن القصه القصيره، ده انصاف لفن القصه القصيره. مشغولين القصه القصيره فن صعب جدا، على انت عارف ده، انا عارف انه فن صعب، على عكس الروايه في نوع من الاستسهال. وبصرف النظر عن الاستسهال، انت لما بيبقى عندك مثلا 300 صفحه، الروايه تحتمل انه مش كلهم بنفس الجوده، بالزبط. مش بنفس الاحكام، بالزبط. مش بنفس الجمال، مش بنفس التجويد، لكن معي. على فكره سطر واحد في القصه القصيره سيء او فقره صغيره وقعت النص. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول لماذا هيمنت الروايه على عرش القراءه؟ اذا من الذي يقرا؟ هو الجمهور. اذا انا مشغول بالفكره دي، صحيح. فكره الجمهور، لماذا يذهب الى الروايه ولا يذهب للقصه؟ ما تقوله صحيح عن القصه. فبالتالي بتزداد صعوبه التلقي يعني في القصة القصيرة، لأنك أنت كل المواصفات اللي قلتها دي بقدر ما هي تأخذ النص إلى جودة عالية، بقدر ما تبعد المتلقي الذي يريد أن يبحث عن شيء جميل. أنت وده يبدو جدا في الرواية بعكس القصة التي تقترب من أنها تكون نص، يعني نص محتاج قراءة، محتاج أفكار، محتاج تذوق، محتاج دراية،
بالادب واجناسه واختلافه. فانا شايف ده. انت لما تيجي تتوسع شويه تلاقي ايه؟ تلاقي ان مثلا احنا بنحقق نتائج، مثلا لو خدناها من مدخل رياضي زي ما خدنا من مدخل اعلامي، بنحقق نتائج مبهره في كره اليد، لكن في النهايه ظل التلقي تلقي كره القدم. هنا ليه كره القدم؟ رغم ان الانجاز المصري مثلا، لو اتكلمنا عن الجمهور المصري، لماذا الجمهور المصري لا يحب كره اليد بقدر حبه لكره القدم؟ هنا هنرجع للمجتمع الانساني، مش بس المجتمع الانساني. هنرجع هنا، ما هو المجتمع الانساني بيحب الروايه برضو اكتر، فبالتالي نرجع لفكره التلقي. التلقي هنا، تلقي كره القدم سهل، اكثر سهوله من تلقي اليد. المتعه، العاطفه، الوجدان، التوحد مع اللاعبين، زي بالظبط ابطال الروايه اللي بيتوحد معاهم المتلقي وبيشوف نفسه فيهم ويكمل معاهم.